اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الاخيره من برنامج الاهلي الليله، فقره مهمه جدا، لفقره بتحاول قدر الامكان في هذا الموضوع اللي احنا نصل بالمشاهد الى كل التفاصيل المتعلقه بالكره الافريقيه والكره العربيه خلال هذه الاونه. فتره اقامه بطوله كاس الامم الافريقيه رقم 32 في مصر في هذه الفتره مهم جدا نلقي فيها الضوء على اهميه تواجد المنتخبات العربيه ووصول المنتخب الجزائري الى المباراه النهائيه والمنتخب التونسي الى مرحله الدور نصف النهائي واللعب على المركز الثالث والرابع امام المنتخب النيجيري. بالاضافه لده مصر بالتاكيد بتستضيف كونجرس الاتحاد الافريقي لكره القدم الجمعيه العموميه ان شاء الله صباح يوم الخميس القادم، وعلى هامش هذه الجمعيه ستعقد تصفيات او قرعه تصفيات كاس الامم الافريقيه 2021 في الكاميرون، وايضا كمان تصفيات كاس العالم والنظام تصفيات كاس العالم للبطوله القادمه 2022 في الدوحه. بالاضافه كمان لكل ده تفاصيل مسابقات الانديه الافريقيه في الفتره القادمه، الفار، الحكام في افريقيا، المغرب، خروج المغرب، هيرفي رونار، هل مستمر ام لن يستمر المنتخب الوطني، كل هذه الموضوعات بالتاكيد هتناول فيها الحديث مع زميلي الاعلامي الشهير نوفل العوامله، الاعلامي المغربي ومقدم البرامج في قناه ميديا 1 تي في في المغرب. استاذ نوفل برحب بيك في اول ظهور اعلامي ليك هنا في مصر على شاشه قناه النادي الاهلي. شكرا محمد سعيد، سعيد بتواجدي في هذا المقر لنادي يعتبر هناك اهرامات في مصر، ولكن ايضا الاهلي المصري ربما هرم للكره العربيه الافريقيه، فشرف لي ان اتواجد معك. اكيد الشرف لينا كمان. احنا بنتكلم في موضوعات مهمه جدا، الاعلام ليه دور ان هو يلقي الضوء على هذه الموضوعات، ويمكن دايما الاعلام بيختلف من دوله لدوله في اهميه الامور اللي بيحب يتكلم فيها. في اعلام بيحب يتكلم دايما عن الصفقات وانتقالات اللاعبين وانتقالات المدربين، وفي اعلام بيحب يتكلم على الكواليس وما يدار خلف الكواليس، سواء في تعيين اجهزه فنيه، سواء في اداره اتحاد قاري زي اتحاد افريقيا او اتحاد اوروبي، وفي اعلام بيحب يهتم دايما بالكوره في المباريات واداء الفرق في المباريات. حلقه النهارده هنلقي فيها الضوء يا استاذ نوفل على جزئيات مهمه جدا. اولا بطوله الامم الافريقيه رقم 32 اللي استضافتها مصر، المنتخبات العربية كان ليها نصيب في المشاركة بشكل متميز، لكن خرجت مصر وخرجت المغرب مبكرا من هذه البطولة. أبدأ أتكلم عن المنتخب المغربي وأبدأ معاك الحديث عن المنتخب المغربي، وأنت كان ليك تجربة في مصر منذ أن وصلت لمصر مع وصول المنتخب المغربي بفكرة اسمها نوفل فلكان. نعم. إيه اللي رصدته في نوفل فلكان مع مشاركة منتخب المغرب في البطولة اللي استضافتها مصر؟ محمد، يعني أنت زميل وتعي تماما مدى الصعوبات التي تواجهها القنوات التي لا تملك حقوق النقل، حتى على مستوى بطاقة الاعتماد تحصرك في مجالات معينة، في فضاءات معينة، في ساعات التدريب تكون ربع ساعة، في أخذ ردود الفعل ما بعد المباريات، يعني هذه الأمور تحجم ربما عمل الإعلامي، وأنت حين تكون مرتبط بفقرة ثابتة يومية اختارت لها القناة اسم نوفل فلكان، لابد عليك أن توفر مادة صحفية تليق بالمشاهد والمتلقي سواء على المستوى المغربي المغاربي ولما لا العربي، وبالتالي أثرنا أن يكون هناك تنوع ما بين الأحداث الجارية أي كأس الأمم الأفريقية بالمباريات بالتدريبات والتحضيرات بالندوات الصحفية، ولكن في نفس الوقت أن يكون قصص خبرية من وحي مصر، ومصر يعني أرض خصبة ربما لمنتوج إعلامي، فبالتالي كان هناك بعض الفقرات التي ربما ذهبنا فيها بعيدا عن البطولة وما فيها من أحداث لتزين تلك الفقرة وتجعل من المتلقي أيضا يطلع بعض الشيء على الواقع المعاش هنا في مصر، على بعض الكواليس التي يعني تبتعد نوعا ما عن النتائج الرياضية داخل كأس الأمم الأفريقية. فمن بين الأمور التي أتذكرها على سبيل المثال الحصر كما اختار الكاف كأفضل مشجع الطفل ريان ابن مدينة تطوان، كنا أول من ذهب وأجرى معه يعني لقاءات وتصوير داخل شقة من هنا في مصر رفقة عدد كبير من الجماهير، وتنقلنا معه في عدد من الأماكن، فكان تقرير جميل يؤكد على أن عشق كرة القدم في القارة السمراء يختلف تماما عن القارات الأخرى، وعلى أن هناك يعني مشجعون بالفطرة، وبأن أطفال كانوا يساندون ويؤازرون منتخبات بلدانهم أو حتى الأندية التي تلعب في البطولات المحلية والقارية، يعني يتنقلون الآن أصبحت لهم تلك الفرصة من أجل الحضور حتى في الملاعب. ريان يعتبر تجربة استثنائية، حضر كأس أمم أفريقيا في الجابون، أيضا كأس العالم في روسيا، واليوم يحط الرحال في مصر،
فأعتقد أن تقرير هذا الطفل استقطب عدد كبير جدا من المشاهدين وعدد يعني مشاهدات بمئات الألوف على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه نموذج متفرد يعكس عشق كرة القدم من فئات عمرية مختلفة. أمنحك نموذج آخر، حلاق المشاهير إبراهيم الصغير، يعني لفت انتباهي على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، فقلت لما لا أن أذهب وأرى هذا الرجل وكيف يتعامل مع النجوم، وكيف يعني كان الحديث فيما بينه وبين رياض محرز نجم الجزائر، نجومنا المغاربة أيضا على مستوى حكيم زياش وآخرون. فبالتالي يعني كان هناك بعض الروبورتاجات أو التقارير التي خرجت عن المألوف، والحمد لله نالت استحسان المشاهدين والمتابعين. بالتأكيد يا نوفلطي، نلقى الضوء على المشاركة المنتخبات العربية. أبدأ الأول بالمنتخب المغربي، وأبدأ وأقول لك إحنا كلنا في الهوى سوا، كلنا في الهوى سوا، مصر والمغرب يعني للأسف للأسف نتحصر على ذلك. إيه اللي حصل؟ اللي حصل يعني لن أقوم بإسقاط النموذج المغربي على النموذج المصري، من الصعب بمكان، لأن مصر لها خصوصيتها، الجيل الحالي في الكرة المصرية له خصوصية. تريدني أن أبدأ بمصر؟ أبدأ بمصر. نبدأ بمصر؟ أوكي. نبدأ بمصر. ليش؟ مع العلم أن المغرب هي من خرجت أولا، لأنه يعني تواريخ المباريات كانت بفارق يوم واحد وبسيط، ولكن على العموم أعتقد بأنكم أخطأتم، مع الاحترام والتقدير لهاني أبو ريدة والقائمين على اتحاد الكرة في مصر. أجيري من أي مدرسة ينتمي؟ المدرسة التي ينتمي لها أجيري، وهل هناك احتكاك على مستوى الكرة الأفريقية؟ هل هناك دراية بالبطولة المحلية المصرية؟ لن أقول أخذتكم العزة بالإثم، ولكن صحيح لأول مرة يعني قبل سنوات قليلة أصبح لمصر محترفين على مستوى الديار الأوروبية، ليس كما كان في الماضي، ليس البعيد ولكن القريب، أيام حسن شحاتة بتواجد زيدان على سبيل المثال الحصر، كانوا قلة قليلة، المحمدي على ما أعتقد، فقلة قليلة التي كانت تحترف في الديار الأوروبية، فلم يكن أي مدرب يجد صعوبة في أن يقوم باختياراته البشرية، لأنه ليس لديه تلك الترسانة البشرية التي تحترف في الديار الأوروبية، وبالتالي كان الاعتماد على بعض الأندية التي تتألق في مصر وفي البطولات القارية على مستوى القارة الأفريقية. بالضبط. الأهلي، الزمالك، الإسماعيلي، وبعض الحرس الحدود، فرق أخرى قليلة جدا، وبالتالي كانت انت حافظ الكره المصريه كويس. اكيد اكيد، انا متابع للكره العربيه ومصر على وجه التحديد، ان بي في بعض الفترات، فكان هناك اسماء معروفه، يعني قاعده الاختيار حين تتسع تضع اي مدرب في العالم في مشاكل. بالزبط. اليوم انت اتيت لي بمدرب لا يعرف شيء عن الكرة الأفريقية، يخوض التجربة للمرة الأولى، وحتى على مستوى البطولة المحلية إن أراد أن يتعرف على هؤلاء اللاعبين، الفترة الزمنية ما بين رحيل كوبر ومجيء أجيري لم تكن تلك الفترة الزمنية الكبيرة التي بإمكانه أن يتعرف على لاعبي الزمالك، على لاعبي الأهلي، على لاعبي الإسماعيلي، لكي يكون تلك النواة الخاصة بمنتخب قادر على المنافسة في القارة الأفريقية وقادر على انتزاع اللقب. لما لا؟ لأن مصر هي صاحبة الأرض والجمهور. هذا خطأ. الخطأ الثاني على ما أعتقد أن لا يمكن أن نحكم على مستوى اللاعبين المحترفين مع أنديتهم ونأتي بهم ونطالبهم بذاك المستوى. على سبيل المثال الحصر صلاح، ولكن صلاح الى جانب من يلعب هناك في ليفربول؟ فيرمينيو، ساديو ماني، هناك اسماء يعني من عمالقه الكره الاوروبيه حازوا لقب دوري الابطال، لعبوا قبل موسم النهائي مع ريال مدريد. هذا يعطيك على ان هناك وسط ميدان يتحرك. انا تفاجات وكنت يعني مع اصدقائي المصريين هنا اقول لماذا صلاح يرجع لكي يسترد الكره هو من المناطق الخلفيه، ثم يقوم بمحاوله لتوجيهها لتريزيجي او حتى مروان محسن واخرون من خط هجوم المنتخب المصري، فهذا كان في انهاك لصلاح. هنا نقول ان الخطه نوعا ما التي لعب بها أجيري لم يوظف من خلالها نجم الفريق الاول، نجم القاره السمراء الاول بشكل صحيح، وبالتالي حتى على مستوى التقني لم يكن موفقا في خياراته او في طريقه لعبه. غير ذلك المنتخب المصري تغير الجيل الذي كان فيه نجوم كبار من عمالقة الأهلي والزمالك، واليوم نطالب هذا الجيل بأن يساير الكرة الأفريقية التي هي تطورت، وفاجأتنا مدغشقر، وفاجأتكم زيمبابوي في لقاء الافتتاح، وأوغندا كانت يعني لم تكن لقمة سائغة، وبالتالي كان هناك نموذج جديد للكرة الأفريقية لابد لك أن تتأقلم معه. أعطيك مثال، مباراة الجنوب أفريقيا، أنت ذاهب ربما لأشواط إضافية، لماذا أصريت 90 دقيقة أن تكون أنت المبادر، مع أنك تعلم بأن سرعة صلاح وتريزيجي قد تمنحك تلك الثنائية الجميلة وانتو وصولا إلى مناطق الجزاء إن كانت عبر هجمة مرتدة أمام تقدم لدفاعات أبناء ستيوارت باستر؟ لم تلعب حتى لمدة 5 دقائق أو 10 دقائق الأخيرة، ففاجأتك جنوب أفريقيا بهدف قاتل، خاصة بعد التغيير خروج النني ونزول وليد سليمان. صحيح. بعض المشاكل الجانبية اللي حاطت بمعسكر المنتخب المصري، لا ضرر ولا ضرار أن نعود مثلا لمشكلة وردة، يعني أنت الآن أمام فرد، أوكي كان هناك تضامن من اللاعبين، ولكن
كان بإمكانك كجهاز فني أو حتى اتحاد كرة. لا، نحن الآن في صميم بطولة قارية على أرضنا أمام جماهيرنا، الجماهير تزحف بالآلاف، تأتي بعدد 80-90 ألف فرادة وجماعات أطفال شيف شباب إلى غير ذلك. نجاح مصر من نجاح البطولة، فمشكلة خرجت للعلن كان بالإمكان أن لا تخرج للعلن وأن تبقى طي الكتمان في معسكر المنتخب. من خرجت للعلن كان لابد على اتحاد الكرة وحتى أجيري عدم التهاون في هذا الأمر. هناك خلاف أصبح لا نشتت انتباه اللاعبين، حتى شاهدنا المحمدي يحتفل ويعطي رقم اللاعب وردة، خرجت الأمور عن الإطار. هنا كان على اتحاد الكرة التدخل، هنا كان على المدرب التدخل والجهاز الفني المساعد. فكلها أخطاء ساهمت وتراكمت. أكيد أكيد أكيد، ولكن أعتقد أن المنتخب المصري يحتاج لإجداد وتحليل، وأنا عملت استجوابات مؤلمة مع الجماهير المصرية. نزلت الشارع؟ طبعا. الجمهور المصري قال، وأعتذر عن لفظ وإن لم يكن يعني لفظ موسي، قال منتخبنا قبل سنتين في الجابون باصي يا صلاح، منتخبنا الآن باصي لورا. فتخيل أنه ولا أحد يستطيع أن يكذب على الشارع المصري. المصريون كناحية دفاعية دون الفعالية، دون الفعالية الهجومية، حتى تمريرات يعني كعدد تمريرات بالإحصائيات. وللأسف أجيري اللي مستفد من الأخطاء في مباراة زيمبابوي خرج في ندوة صحفية وقال أكثر من 14 تمريرة خاطئة. أين أنت؟ خاطئة أنت من تصحح النمط التكتيكي لكي تكون لا تكون هناك كرات خاطئة. على المستوى البدني يعني أنا أبهرتني مصر مستوى بدني، للأسف لم يكن في مستوى التطلعات لعدد من اللاعبين الذين يلمعون في القارة العجوز. إنني عول عليه كثيرا لم يكن في مستوى مروان محسن. ألا يوجد رأس حربة في مصر مثلا كان بالإمكان أن يكون مثلا مروان محسن؟ نعرف أنه خطير في منطقة الجزاء، خطير بالكرات العالية، بيمكن أن يخطف رأسية ويسجل هدف قاتل ضد أي دفاعات مهما كانت صلبة، ولكن توظيفك له خطأ. كان بالإمكان أن يكون هناك بدائل، إن لم يتكن هناك نجاعة هجومية أمام دفاعات أفريقية صلبة كان بإمكانك أن تغير من بعض من قناعاتك كمدرب، ولكن كل هذه الأمور تراكمت. أعود وأقول بأن مصر بحاجة كمنتخب لإجداد وتحليل في الترسانة البشرية، وبحاجة أيضا أن تأخذ بعين الاعتبار أن لدي لاعبين نعم يلعبون في القارة الأوروبية، ولكن ما تتوفر عليه فرقهم في أوروبا من حارس المرمى وصولا للدفاع إلى خط الوسط الدفاعي فالهجومي قد لا تكون مشابهة للترسانة البشرية التي أتوفر عليها. فأنا سأخذ أولئك العناصر وأوظفهم أحسن توظيف بتلك الواقعية الجميلة التي شاهدنا عليها مدغشقر على سبيل المثال، بواقعية جيدة شاهدنا عليها ألان جرس مع تونس مع توالي المباريات ودور أول للنسيان، بواقعية جمال بالماضي. وسنعود للحديث عن الجزائر. إذن تتفق معي في فكرة الاختيار ليس في مدرب وطني أو مدرب أجنبي، الفكرة في المشروع اللي ممكن تختار به مدرب يعمل المدرسة اللي بتتكلم عليها. بص، مدرب وطني مدرب أجنبي لكل إمكانياته. وستقول لي مثلا لماذا حسن شحاتة توج معنا بالألقاب الأفريقية تواليا 2006 2008 2010، ثلاث ألقاب متتالية لم ينل هذا الشرف مدرب آخر حقيقي. سأقول لك أكيد المعلم له بصمته، ولكن أيضا للجيل الذي كان آنذاك بصمته. من كان ينازع وائل جمعة في قلب دفاع حقيقي على المستوى القاري؟ لا أحد. من كان له كأحمد فتحي؟ لا أحد. من كان يملك أحمد حسن؟ لا أحد. يعني كان لديك ترسانة بشرية مؤهلة أن تكون بطلة لقارة أمريكا الجنوبية، مع احترام للمنتخبات أمريكا الجنوبية. كان عندك تشكيلة محترمة، يعني لديك انسجام وكيمياء ما بين اللاعبين بالإشن أن تفهم نجوم وأيضا الاقتصار على مدرستين، مدرسة الزمالك مدرسة الأهلي، مع بعض المحترفين الفاكهة التي تأتي من أوروبا وفاكهة أخرى يأتينا بها نادي الإسماعيلي تارة، إنبي تارة والأندية المصرية الأخرى. فلم تكن تلك القاعدة الكبيرة جدا للاختيار. الانسجام موجود، البيئة الأفريقية موجودة، والالتزام والانضباط. كان هناك قتالية في الميدان، من يستطيع أن ينفي ذلك؟ وأعتقد أن المعلم أسلوبه في تحميس اللاعبين والشعوب العربية ومنها مصر عاطفيين بدرجة أولى أكيد. وبالتالي الحس الوطني دائما وأبدا ما يلعب على اللاعبين. أعود وأكرر، المدرب الأجنبي لا يمكن أن نقول بأنه لا يصلح للقارة الأفريقية، وإلا لوجدنا مدربين أجانب كثر توجوا بكأس الأمم الأفريقي، تارة نراهم من المدرسة الألمانية، تارة من المدرسة الفرنسية، وأغلبهم من الفرنسيين. وإرفيرونار على سبيل المثال الحصر توج مع مدرستين مختلفتين، ومختلفتين ليس فقط في طريقة اللعب، حتى في الإمكانيات البشرية والمنطقة الجغرافية والجغرافيا، زامبيا والكوت ديفوار. وحين نقول كوت ديفوار نقول منتخب لديه عقدة النهائيات، منتخب لديه عقدة الدور نصف النهائي، منتخب يعني يضيع اللقب بسذاجة.
ولكن تمكن أن ينصف جيل ويتوج بلقب كأس الأمم الأفريقية مع الكوت ديفوار. فهذا يؤكد لنا على أنه حسن الاختيار بالنسبة للاتحادات الكروية قد يجعلها في مأمن من الفشل والإخفاق. ولكن المدرب الذي سيأتي من مدرسة أجنبية، كانت لاتينية، كانت فرانكفونية، كانت أنجلوفونية، عليه أن يعي نوعية القاعدة الممارسة لكرة القدم، مواهبها، محدوديتها في بعض الأمور، الخصائص الذي تحتاجه من الناحية البدنية، من الناحية التكتيكية. ونحن لا نزال مع كل الاحترام للمدارس الكروية الموجودة في القارة السمراء، والتي تعتمد نوعا ما في بعض الأحيان على لاعب نشأ في أفريقيا، على المستوى التكتيكي مع الكرة الحديثة لا نتأقلم بشكل جيد. فبالتالي ستأتي لي بمدرب بفكر تكتيكي قد يكون فيه اعتماد على الكرات السريعة، على اللياقة البدنية العالية للاعب ممكن أن يجري معكم وإن كان لاعب مدافع 8 إلى 9 كيلومترات. كل هذه الأمور دقائق تفاصيل صحيح، ولكنها تؤثر في الإيقاع اللاعب، تؤثر أيضا في تنزيل تلك الخطط التقنية والفنية التي يريدها المدرب الأجنبي. والآن لدينا نموذج حي من قاهرة المعز، اليوسيسي جمال بالماضي، مدربين وطنيين شابين سيلعبان نهائي كأس الأمم الأفريقية. طيب، ده كانت إطلالة على منتخب مصر، ممكن أنت لخصته بإيجاز وبصراحة لميت الموضوع بشكل كويس جدا. قبل ما أنتقل بقى للحديث على المنتخب المغربي، منذ قليل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على هامش الجمعية العمومية كونجرس الكاف إن شاء الله يوم الخميس القادم في قرعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم القادمة رقم 33 في الكاميرون. الاتحاد الإفريقي حدد تصنيف المنتخبات التي ستلعب في هذه التصفيات، والتصنيف الأول منتخب مصر في التصنيف الأول، والمنتخب المغربي أيضا، وباقي المنتخبات المنتخب الجزائري، بوركينا فاسو، الكاميرون، كوت ديفوار، غانا، مالي، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، السنغال، وتونس، بالإضافة إلى مصر والمغرب. التصنيف الثاني بنين، كاب فيردي، الكونغو، الجابون، غينيا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، النيجر، جنوب إفريقيا، أوغندا، زامبيا. التصنيف الثالث أنغولا، أفريقيا الوسطى، غينيا بيساو، مدغشقر صعدت إلى التصنيف الثالث، ملاوي، موزمبيق، نابيبيا، سيراليون، السودان، تنزانيا، توغو، وزيمبابوي. التصنيف الرابع والأخير بوروندي، بوتسوانا، جزر القمر، أثيوبيا، إسواتيني، غينيا الاستوائية، رواندا، تشاد، جامبيا، ليبيريا، موريشيوس، ساوا تيمي اللي هي جزيرة ساوا تيمي، ساوس جنوب السودان، وجزيرة سيشل. إذن دي أو هيزن ده تصنيف المنتخبات الإفريقية اللي هتلعب التصفيات المؤهلة لكأس الأمم في الكاميرون. مصر والمغرب في التصنيف الأول وضمن أكبر حوالي 12 اتحاد أو 12 منتخب في التصنيف الأول للبطولة الإفريقية. نعم، يعني تصنيف يمكن أن نقول بأنه منطقي، ولكن أستغرب لوضع مدغشقر في المستوى الثالث، وأتحسر لوضع السودان في المستوى الثالث أيضا. ولكن المستوى الرابع منطقي، صعود موريتانيا للمستوى الثاني شيء جميل، لأن موريتانيا أدت مستوى أكثر من رائع، وكانت في مجموعة المنتخب التونسي، وكانت قاب قوسين أو أدنى أن تتأهل للدورة 16 كأحسن ثالث. لكن ليه مندهش من صعود مدغشقر للتصنيف الثالث؟ وصلت الدور الثمانية. لا، كنت أتوقع أن يكون هناك تصنيف أفضل، يعني تنقيط أفضل، لأنه توصل ممكن تبقى تصنيف ثاني. أكيد، لأنه لأنه مدغشقر كانت متسيدة مجموعة تتوفى يعني فيها الكاميرون وفيها غانا، فبالتالي يعني عفوا نيجيريا، فكان بالامكان ان تكون يعني بمركز افضل. صعدت وانهزمت صحيح امام تونس في الدور ربع النهائي، ولكن قدمت مشوارا طيبا. لا اعلم حيثيات التنقيط نوعا ما التي اعتمدها الاتحاد الافريقي، ولكن اعتقد انه التصنيف الاول منطقي ومنطقي جدا بالنظر للنقاط التي حازها كل منتخب من خلال تصفيات كاس الامم الافريقيه، او حتى من المشوار الذي قدمه من خلال كان مصر. طيب، لو وضعنا في الاعتبار التصنيف واسماء المنتخبات في هذا التصنيف، الكاميرون رغم ان هي منظمه البطوله لكن هتلعب بالتصفيات، وبالتالي 10 يمكن دول حوالي 12 منتخب في كل تصنيف. ال 12 منتخب هيتوزعوا على المجموعات 12 مجموعه، سيصعد الاول والثاني الى البطوله القادمه في الكاميرون، البطوله رقم 32، وبالتالي هيكون معانا 24 منتخب في البطوله القادمه زي البطوله الحاليه اللي استضافتها مصر خلال الفتره القادمه. فبالتالي على راس كل مجموعه التصنيف الاول المنتخبات اللي احنا ذكرناها، ثم في التصنيف الثالث والثالث والرابع، واول منتخبين في ترتيب عدد النقاط هيكونوا هم المتاهلين مباشره الى مرحله البطوله الافريقيه في الكاميرون رقم 2 رقم 33 رقم 33. طيب، منتخب المغرب نفس الظروف او نفس الاجواء اللي حصلت في مصر كانت موجوده في المغرب. اعمل فلاش باك وارجع الاول قبل انطلاق البطوله بايام قليله. نعم، مشكله
عبد الرازق حمد الله. عبد الرزاق حمد الله. هي البداية ولا كان له أسباب تانية خروج المغرب من البطولة؟ تريد كرونولوجيا زمنية للأحداث؟ أعتقد أن البداية كانت بعد انتهاء مونديال روسيا 2018. نعم. بعد انتهاء الكأس العالمية هناك في روسيا والأداء المذهل الذي أذهل به المنتخب المغربي جميع من تابع كأس العالم أمام مدارس كروية عتيدة وعريقة، منها إسبانيا، منها البرتغال، وتلك المباراة الغريبة العجيبة قل ما تشاء أمام إيران. فالكل قال اليوم نحن لدينا منتخب قد يحصد الكأس القارية المقبلة، خاصة أنه أعطانا عربون محبة في كأس الجابون 2017، انهزم في مباراة أمام منتخب مصري، وربما المصريون أجمعوا أن المنتخب المغربي لم يستحق الهزيمة بغض النظر عن هدف كهربا الذي كان صاعقا في الدقيقة 88 في آخر الأنفاس، ومصر لم تصنع سوى فرصة واحدة، يعني كرة الضربة الحرة المباشرة التي أعطاها كهربا لصلاح، وصلاح فشل في تسجيلها في مرمى الحارس المحمدي، وبالتالي فرصة واحدة وينتصر منتخب. هذه هي كرة القدم. بعد كأس العالم لن أقول بأنه كان هناك غرور، لا بالعكس، بل أعتقد أن المنتخب المغربي، وأحبذ هذا الوصف أن أطلقه دائما، كنا نقول دائما وأبدا في نقد بناء، نتمنى ألا يكون المنتخب الوطني تذكرة أو طائرة محجوزة التذاكر أو المقاعد، أي أن لديك تذكرة طيران ستسافر، لا تستطيع أي شركة طيران أن تمنعك لأنها منحتك تذكرة الطيران. فقلنا المنتخب لابد أن لا يتحول لطائرة محجوزة المقاعد مسبقا، أي أن اللاعب يضمن مكانه في المنتخب الوطني. أعتقد أن الروح التي كانت لدى إيرفيرونار في كأس أفريقيا في الجابون كان متشوق للإنجاز مع المنتخب الوطني، يريد أن يكسر بعض العقد التي كانت تلازم الأسود، منها الدور الأول في كأس أفريقيا، الدور ربع النهائي. منذ 2004 لم نحقق الشيء الكثير على مستوى القارة السمراء، نحضر ونغيب، نذهب نعود من الدور الأول، أمور كثيرة جدا حدثت مع المنتخب المغربي، ولكن هذا الرجل أراد أن يكون مجموعة مقاتلة محاربة من أجل مجد عام للوطن ككل، ولكن من أجل مجد شخصي، لأنه جاء إلى المغرب بشخصية بطل، بطل لديه فتوحات في القارة السمراء مع زامبيا والكوت ديفوار، فأراد أن يكرر ذات الإنجازات مع الكرة المغربية، ولديه تربة خصبة جدا من أجل أن يتوفر على تشكيلة من 60 لاعب. وأنا يعني لا أجامل هنا الكرة المغربية، بالعكس، إن جمعنا العناصر المحلية مع العناصر المحترفة في الديار الأوروبية سيكون لديك قاعدة اختيار ربما 50-60 لاعب بإمكانك أن تدورها فيما بينها وأن تختار التشكيلة المثالية. إيرفيرونار بعد كأس العالم ربما فقد تلك الرغبة في العمل، فأصبح الرجل يعني يتنقل ما بين داكار والمغرب، أصبح لديه اهتمامات أخرى. سمعت أنه أنشأ أكاديمية، لا أعلم إن كان الخبر صحيح أم لا، ولكن على العموم يعني الرجل لم يطل المقام ربما في 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 المغرب، يشاهد بعض المباريات الخاصة بالأندية الوطنية، وأنا صراحة أتفاجأ أن مدرب وطاقمه المساعد يحضرون كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين، يسجلون نقاط القوة والضعف لدى بعض العناصر الوطنية، يحضرون بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يشارك فيها الوداد، يحضرون كأس الكاف التي شارك فيها الرجاء وتوج بلقبها، يحضرون مباريات الكاف أيضا التي عرفت مشاركة حسنية أكادير ونهضة بركان، ولم يجدوا لاعب واحد ممكن أن يكون أساسي في التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني. أمر مستغرب، ننسى هذا الأمر، طوينا تلك الصفحة التي رأينا فيها شخصية مغايرة لإيرفيرونار. جئنا لكأس الأمم الأفريقية في مصر بعد معسكر قد أقول بأن المعسكر بدأ بشنآن، بطله أكيد عبد الرزاق حمد الله وبعض العناصر داخل التشكيلة الأساسية. حين نقول قائد في الميدان أو مدرب أو طاقم مساعد، أي دور لكل هؤلاء الذين ما شاء الله عدة وعدد، أي دور لهؤلاء لكي لا يحتوي خلاف من حجم بسيط جدا بين لاعب متألق بأرقام وإحصائيات في نادي ليس بالنادي الهين اسمه النصر السعودي، حطم كل الأرقام حتى للأسطورة التاريخية ماجد عبد الله، الكل يتغنى بذلك النجم الذي فاق في أرقامه ليونيل ميسي في موسم واحد، 34 هدف، 16 تمريرة حاسمة، 4 أهداف على ما أعتقد في البطولة الآسيوي، لديه أرقام خارقة للعادة، يعني موسم استثنائي. وأنت محمد سعيد قل لي من الآن في العالم أندية ومنتخبات يفرط بمهاجم قناص هداف؟ لا أحد، استحالة. ولديك أيضا الأدفانتج أنه هذا اللاعب يلعب إلى جانبه من؟ نور الدين أمرابط السعودي المعول عليه بالعرضيات الجميلة، لا يلعب إلى جانبه في نفس النادي في النصر السعودي. آه بس
لا زميله في نادي النصر السعودي أيضا. هذا اللاعب الذي نتحدث عنه أنا أقصد في انسجام يعني عارفين أكيد. بعض فحاجة كويسة. لا لاعب وسط يمرر عرضيات لمهاجم ويقتنص منها الأهداف. يعني أنت الآن وكأنك في الدوري السعودي ومع النادي ممكن أن ينقل للمنتخب حموالدك. أنت تلعب مع لاعب واجهه في الدوري المحلي الأحمدي وداكوستا اللذان يلعبان للاتحاد السعودي وواجههم في كأس الملك هناك في الربع نهائي أو على ما أعتقد نصف نهائي. فيعني هناك يعني هناك حاجة ملحة لكي يكون في المنتخب الوطني. لن أحمل المسؤولية فقط، ربما حمد الله أيضا يتحمل المسؤولية، كان عليه عدم الانسحاب، ولن أخوض معك في تفاصيل الخلاف كان مع بالهندا مع فيصل فجر على ركلة الجزاء إلى غير ذلك. فهذه الأمور يعني أحدثت نوعا ما لن أقول شرخ كبير ولكن يعني أحدثت بلبلة في المنتخب. الخسارة في مباراتين والنقد الإعلامي والجماهيري وغياب حمد الله ومنصات التواصل التي يقبل عليها للأسف اللاعبين طبعا ويتابعون كل شاردة وواردة كل صغيرة وكبيرة تقال عنهم نوعا ما أدخلت الكل في لن أقول حرب ولكن دوامة كما تفضلت. هذه الدوامة لم نخرج منها، بالإضافة إلى أنه لديك بعض اللاعبين على مستوى الخيارات البشرية كما قلناها على أجيري نقولها على إرفيرونار يعني اختارهم بناء على الماضي ولم يختارهم بناء على الحاضر بالإسم. لا الماضي ما قدموا معه في ملحمة أبيدجان حين انتصروا على الكوت ديفوار، ولكن طبلنا وهللنا كإعلام لملحمة الكوت ديفوار، ولكن أي جيل في الكوت ديفوار؟ الجيل تغير في الكوت ديفوار وكل المنتخبات العالمية تمر بمراحل فراغ. صحيح انتصرنا على الكوت ديفوار ولكن ليست تلك الكوت ديفوار السابق التي كان يرحم والديك، يعني ليست تلك الكوت ديفوار التي كانت يعني لم تكن يوما ما لغمة سائغة لأي منتخب أفريقي خاصة على أرضها وما بين جماهيرها. ما علينا، الكاميرون أيضا في التصفيات هزمناها إلى غير ذلك. أنت حين تقوم باختيارات لكأس قارية ستطول وكأس القارية في مصر في نسختها 32 24 منتخب، يعني للوصول للنهائي لابد لك من ترسانة بشرية فريش يعني حاضرة بدنيا حاضرة ذهنيا، ومع ذلك اخترت بعض العناصر ورهنت على بعض العناصر وأقصيت بعض العناصر الأخرى التي ربما في رجليها كما نقول بالدارجة المغربية مباريات أكثر تنافسية أكثر، وعولت على مثلا حكيم زياش لكي يكون نجما أوحد للبطولة، وأنت تعلم أن حكيم زياش يمارس ولد في أوروبا في هولندا ويمارس في هولندا وملاعب هولندا والكرة الجميلة البعيدة عن الاحتكاك البدني والأجواء والأجواء الباردة، وأجئت به ليلعب مباريات في درجة حرارة عالية في أجواء حامية في اندفاع بدني كبير جدا أمام مدرس كروية من حجم ناميبيا وأيضا الكوت ديفوار وجنوب أفريقيا، ثم تصعد لتلعب يعني تشرك اللاعب ل 120 دقيقة وتنحله ركلة جزاء وهو من أضاع ضربة جزاء في مباراة مالي في تصفيات كأس العالم في قلب باماكو. ماذا تريد؟ أي عقلية فين فكرك؟ أين؟ أنا يعني أتمنى وإن كان هناك انفصال مثلا مع إرفيرونار في قادم الأيام هذا أمر أكيد. هو مستمر حاليا ولا انفصل خلاص؟ هو يعني للعلن هو لازال مدربا للمنتخب الوطني، ولكن أردت أن أعلمك الحقيقة. أيوة. انتهى رونار، مشوار رونار مع المنتخب الوطني انتهى. انتهى انتهى، هي تفاصيل دقيقة فقط تفصلنا على الإعلان الرسمي. متعلقة بالشرط الجزائي؟ متعلقة بالأمور المادية، ولا يريد الرجل أن يسمى أنه أقيل ولا استقال، أريدنا أن يتوصلوا لاتفاق بالتراضي، لأنه أعتقد أن حتى لكي لا نقص على الرجل هو رجل بطولات وتحدي، شئنا أم أبينا، على المستوى الفرنسي مع الأندية التي دربها فاشل، وكان مستوى المنتخبات الأفريقية لا يمكن أن تحقق لقب مع زامبيا حتى لو أقسمت لي بأغلط الأيمان قبل البطولة سأقول لك أنت بتمزحني ولا إيه، مستحيل، ولكنه رجل تحدي. ولكن من بين الصور العالقة في ذهني تتذكر لاعب زامبيا الذي أصيب وعملوا له جبيرة في قدمه وبقى في بنك البدلاء، رونار لم يحتفل بعد صافرة النهائي، ذهب لذلك اللاعب وحمله وأدخله إلى الميدان وجعله يحتفل. تلك الروح التي افتقدناها في رونار لم نجدها معه مع المنتخب الوطني حتى في الجابون. أنا قمت بتصريح بسؤال رونار، يعني تقريبا الرجل سيبكي في مباراة أبيدجان وكأنه نال الجائزة الكبرى كأنه خد نوبل للسلام، الرجل دموعه في عينيه أي أنه متعطش للإنجاز. لكن في 2019 حاجة ثانية خالص، رونار مغاير تماما. هل العرض اللي تلقاه لتدريب المنتخب السعودي قبل البطولة كان ليه دور في ده؟ هو لديه وكيل أعمال جيد. أنا ما عنديش إثباتات، لو عندي إثباتات كان لكانت يعني مهم كان نقاش آخر، ولكن للأسف
هذا الوكيل أعمال يعني ما شاء الله يبدو أن لديه علاقة قوية بالإعلام دوليا ومحليا وكل ما تشاء آسيويا حتى. فأنا لا أتصور أن يقوم أحد يعني أوكي. ماذا لو كان إيرفي رونار الآن يلعب النهائي يوم الجمعة؟ لا أعتقد أن اتحاد الكرة في المغرب سيبخل عليه ماديا لأنه لديه عقد أهداف، ولا كان بطلا قوميا لدينا في المغرب، وتوج على عرش الكرة الأفريقية مع 3 منتخبات مختلفة من مناطق جغرافية مختلفة داخل القارة السمراء. أعتقد حينها إن كان هذا الوكيل يبحث لرونار عن النجاح المادي والرفاهية المادية وأيضا النجاح المعنوي أي الألقاب، لو جعله يركز على عمله لكانت الأمور أفضل. لا أنا لا أوجه اتهامات هنا، ولكن أقول بأن لديه دور فيما حدث لإيرفي رونار. تسريب بعض الإشاعات قبل كأس الأمم الأفريقية بأن مستقبل الرجل غامض مع المنتخب المغربي كان فيه إيذاء لرونار وإيذاء للمنتخب الوطني. أضف إلى ذلك أي من العروض الآن جدية؟ أنتم الآن في قناة الأهلي ناقشتم مرارا وتكرارا المستوى الذي ظهر عليه المنتخب الوطني وأيضا إيرفي رونار، ويقال بأنه قادم للأهلي. محمد سعيد إعلامي مصري لم يتحدث الإعلام الأهلاوي عن أن رونار جاي الأهلي، هي الصحافة بتتحدث عنه بشكل عام. بشكل عام، والصحافة المصرية في الندوات الصحفية كانت تسأله مصر مصر مصر، قال طالما لطالما تتحدثون عني ولكن أنا الآن مدرب للمنتخب المغربي. هناك من روج له بعد أجيري أنه سيكون مدربا مقبلا للمنتخب الوطني المصري، وإن كان النقاش العام الآن في مصر مدرب وطني والكل يجمع على حسن شحاتة، وأعتقد ربما أنه قريب من تدريب المنتخب المصري والله أعلم. غير مؤكد، ولكن هناك تصريح من الناس يعني تسريبات من مراكز صنع القرار الكروي في مصر يعني تقول بأنه ربما المعلم سيعود للمنتخب المصري. ولكن على العموم سؤالك، كنت أتسني؟ لا كنت أسألك عن الحديث عن إيرفي رونار يعني. حتى هنا في مصر كان هناك حديث، ولكن الفقاعة كيف تتم؟ ربما بإشارة من موقع محلي ما مثلا ويتم الحديث على أن محمد سعيد قريب من قناة فوكس سبور الهولندي على سبيل المثال، قد يتداولها موقع محلي هولندي وقد يتداولها موقع فرنسي. الإعلامي المصري فلان الفلاني من قناة الأهلي إلى قناة كذا الدولية مثلا، فأكثر من منبر سترتفع أسهمه. القيمة السوقية بالزبط. لهذا المدرب. ولكن أنا إن كنت وكيل أعمالك، أنت في مهمة الآن لتغطية كأس الأمم الأفريقية، هل سأروج لك أنك سأدع عملك داخل تغطية كأس الأمم الأفريقية من يروج لك لتكون مدربا للمنتخب السعودي، لتكون مدربا للمنتخب الفرنسي، لتكون مدربا لفيلة الكوت ديفوار؟ أنت حر، ولكن تركيزك لابد أن ينصب على ماذا؟ على عملك مع المنتخب، على عملك مع المنتخب دون تشويش. الآن أنت شوشت على الاتحاد المحلي الذي تعمل معه، شوشت على نفسك أيضا، لأنه أكيد أي إنسان ممكن أن يأتيه عرض ما سيكون فكره مشغول، جزء من فكره مشغول بهذه العروض، وجزء آخر يعني مع منتخبه الذي يشرف عليه. فكل هذه الأمور التي أحاطت بإيرفي رونار يتحمل مسؤوليتها كشخص، وهو قال في الندوة الصحفية قال أنا أتحمل مسؤولية الإخفاق ومن غيرك يتحمل مسؤولية الإخفاق، لأنني أعيد وأكرر المنتخب المغربي بإمكانيات أوروبية في القارة الأفريقية ما وفر لأسود بالفعل. الأطلس لم يوفر لمنتخب، قد أقول أنه وفر للمنتخب المصري، وكان من المتوقع أن يذهب بعيدا في الكامل. طبعا أنت لديك مدرب متوج بالكأس القارية، مدرب خبر المنتخب المغربي بعناصره المجربة وغير المجربة، كانت له كامل الصلاحيات في اختيار الترسانة البشرية، المحيط الخاص بالمنتخب الوطني الجامعة، وهذا الشيء بشيء يذكر ولا أنافق ولا أجامل أحد، وأنت كتعرفني وفرت الظروف حتى المحيط العام ألا يكون فيه من يمكن أن يؤذي المنتخب، فأصبحنا نتحدث عن قدسية للمنتخب الوطني وهالة تحيط بالمنتخب الوطني. بالمناسبة النهاردة في تصريح مهم جدا لمصطفى حجي النجم المغربي والمساعد في الجهاز الوطني مع إيرفي رونار، تعليقك على هذا التصريح، وهل تصريحات مصطفى حجي أنه الجهاز المعاون المغربي قدم العون كثيرا في اعطاء التشكيلات المناسبه للمباريات، لكن رونار كان لديه دائما فلسفه في تثبيت التشكيل حتى في المباراه الثالثه رغم ضمان الصعود والتاهل، تعليقك على هذا التصريح وموقف مصطفى حجي؟ وهل يدير الشات صلخها بعد قتلها؟ بمعنى ذبحنا الشات وبدانا صلخها، هل ستتالم؟ لا، هذا التصريح انا احترم الاسطوره مصطفى حجي، له كل الاحترام والوقار والتقدير، ولكن اعتقد بانه هناك بعض المناصب خلقت ليفعل عملها. يعني أنا حين تقول لي مثلا باتريس بوميل سأقول لك المساعد الأول لإيرفي رونار، عمل باتريس بوميل تحضير الشيما تكنيك يعني
التقنيات التي يريدها مثلا في الحصص التدريبية، الوقوف على مستوى عدد من اللاعبين، مراقبة بعض اللاعبين في الديار الأوروبية، التواصل معهم إلى غير ذلك. دور مصطفى حجي يبدأ هنا وينتهي هنا، ولكن الآن بعد الإخفاق ماذا سيفيدني أنا مثلا تصريح من هذا النوع؟ لا أعتقد بأنه سيقدم أي إضافة للمنتخب الوطني. كان بالأجدر بما أن مصطفى حجي رجل ثقة أن تكون هناك حلقة وصل مع الاتحاد الكروي في شخص رئيسه، في شخص المسؤولين عن الإدارة الفنية والتقنية للكرة المغربية، يعني لا يهم، ولكن أن يكون هناك تواصل مسبق، لأنك أنت لعبت كرة القدم في أعلى المستويات، فتعرف أن مستوى هذا المهاجم الذي أنا جئت به إلى كأس الأمم الأفريقية ليس بذلك المهاجم الفذ الذي سيقودني لنهائي البطولة، وأنا قادم طامحا باللقب. أن هذا المدافع مثلا مستواه مع ناديه الخليجي، إن أردنا أن نقارنه بمدافع في البطولة المحلية، مدافع البطولة المحلية أفضل منه. هناك أمور كثيرة تقال، ولكن الآن أنا قلت لك لا يضير الشات صلخة بعد قتلها. وهذا الشيء قبل ما أطلع للتقرير، هذا التصريح لمصطفى حجي لم يكن الأول، لأنه سبق قبل كده عندما تولى المسؤولية أو المساعدة مع بدو الزكي صرح تصريح بنفس المعنى. العودة للماضي يعني لن تقدم ولن تؤخر. كانت هناك خلافات واضحة للعيان بين مصطفى حجي بين بودربالا، منها ما خرج للعلن بعد معسكر البرتغال أتذكر، أو ماربية في إسبانيا إن لم تخني الذاكرة. ولكن اليوم يعني أنا أقول هذا التصريح لن يقدم ولن يؤخر، لأنه انتهى مشوار المنتخب الوطني في الكان. هذه الأمور كانت ولديك الحق والشرعية، أنت مساعد ثاني المدرب المنتخب الوطني، أن تقف على ذلك الأمر منذ الإعلان الأول عن تشكيل الأولية. وإن لم يكن هناك استجابة مثلا أو استماع للمشورة من طرف إيرفي رونار، هناك جهاز كروي اسمه جامعة الكرة، هي من عينتك سواء أيام كنت مع بادو الزاكي أو حتى من خلال تواجدك مع إيرفي رونار. كان بإمكانك أن توصل هذا الرأي الخاص، ورأي جاي يأتي من لاعب لديه المشروعية التاريخية لكي يقدم رأيه وأن يفتي في عالم كرة القدم وفي العناصر المستدعاة للمنتخب. نكتفي بهذا القدر من الحديث، لكن نخرج إلى تقرير ثم نعود الحديث بعد التقرير. زميلي نوفل، نخرج إلى تقرير بتحدث فيه النقاد الرياضيين على تنظيم مصر للبطولة من الناحية التنظيمية. نخرج نسمع الرأي النقاد الرياضيين في هذا التقرير ثم نعود الحديث مع الأستاذ نوفل العواملة بعد هذا التقرير. تنظيميا دي 10 على 10 يعني، دي مش شهادتي، انا مش محتاجه شهادتي، دي شهاده عالميه. احنا يعني تحملنا مسؤوليه البطوله في وقت ضيق جدا، والدوله ارادت ان هي تثبت ان مصر دوله كبيره ودوله ام لافريقيا. فطبعا في اقل من 6 شهور 24 منتخب لاول مره يعني مع في 6 ملاعب وعده مدن، دي مساله مش قليله. التنظيم احنا كسبنا منه كتير جدا، مش فلوس ولكن بنية تحتية هايلة، ودي هيفيد الكرة المصرية، هنبني عليها وهتفيد الكرة المصرية مستقبلا في المستقبل القريب، لان كنا محتاجين هذه الصحوة في البنية التحتية. وطبعا والاهم ان احنا خدنا بوش الشجاعة لعودة الجماهير ان شاء الله. لا دي ما مش كلام، شهادتنا كلنا كمصريين مجروحة. اعتقد لما انفانتينو يدخل استاد القاهرة في يوم الافتتاح ويقول انا مبهور باللي انا شايفه، لما احمد ده البطولة يا اخويا شريف انقذت او ما واجه احمد رئيس الاتحاد الافريقي، اولا لسه كان راجع من مشكلة الترجي والوداد النهائي الشامبيونز ليج، كان راجع من مشكلة جهاد جريشة برضه، فجأة انت بتستبعده وبترجعه، الاجواء دي كلها اعتقد قدمت الاتحاد الافريقي، خدمت الاتحاد الافريقي بشكل كبير، لان قدمته بشكل افضل كتير من الربكه اللي هو كان فيها. تنظيميا احنا تفوقنا على انفسنا، وده مش بشهادتنا احنا، شهاده العالم كله، مش العالم الافريقي كمان، ويمكن حتى دي وضعت الاتحاد الافريقي في حيره، ان النهارده بيبص لبطوله 21 في الكاميرون وما عندوش الملاعب دي، ما عندوش الفنادق دي، ما عندوش الامكانيات دي، نفس الوضع في البطوله بعدها وبعدها 23 في كوت ديفوار، 25 في غينيا. انا اعتقد ان مصر ضربت كل التوقعات. لا اعتقد ان في حد في العالم بعد حفل الافتتاح ده والتنظيم اللي نظمته مصر يقدر يقول ان يعرف ينظم احسن من كده. مصر كانت تفوقت على نفسها ووضعت نفسها على خريطه تنظيم بطولات عالميه.
من أروع ما يكون. أنا شبهت الموضوع ده بتورتة، تورتة جميلة جدا. كان عندنا عيد ميلاد حلو ورائع وحنحتفل بيه في بيتنا مع أولادنا، مع الأسف الشديد سيبنا الشقة بتاعتنا وسيبنا البيت بتاعنا وجوم الضيوف هم اللي بيحتفلوا، هم اللي هياكلوا التورتة وقطعوا التورتة، وإحنا بنسقف في الشارع، مش بنسقف حتى جوه بيتنا ولا بره البيت، إحنا في الشارع. ده اللي احنا عملناه في نفسنا، تنظيم رائع، تنظيم على اعلى مستوى. الناس كلها بتتكلم على هذا التنظيم مع بعض الحاجات البسيطه اللي هي مش هتاثر في المنظومه العامه اللي كانت رائعه. لا ما حدش يقدر يتكلم على التنظيم ده، بشهاده العالم كله، بشهاده وكالات الانباء العالميه، بشهاده السفراء، الرؤساء الافارقه، كله بيتكلم على التنظيم انه ده كان تنظيم كاس عالم وليس تنظيم بطوله امم افريقيا. نجحت الدوله المصريه بمختلف مؤسساتها، لا نريد ان ننكر جهد احد من القائمين على هذه البطولة، لكن خلينا أقول لك إن دي منظومة الدولة، دولة قبلت التحدي في خلال 5 شهور إنها تستضيف هذا المحفل الكبير لأول مرة بمشاركة 24 منتخب، فكان النجاح منقطع النظير على مستوى نظام دخول الجماهير وتطبيق الفان اي دي اللي هيبقى موجود في مباراة الدوري، ثم على مستوى البنية التحتية الملاعب الكتيرة، 6 استادات مفخرة للرياضة المصرية، 24 ملعب تدريب. تنظيميا يعني احنا هي دي اكتر حاجة مفرحة في البطولة، يعني تنظيميا دي رسالة قوية جدا لكل الافارقة وكل شمال افريقيا ان دي مصر الجديدة، يعني دي مصر اللي انتوا تسمعوا عنها اخبار وما شفتهاش بعينيكوا. انتوا يعني لما جم شافوا بعينيهم، لا تنظيميا احنا عملنا يعني عملنا حاجات كل البطولات اللي جايه حطيناها في حرج بصراحه. لا تنظيميا الحمد لله احنا يمكن من بشهاده كل الناس اللي حضروا والناس اللي شافت على المستوى البطوله سواء تلفزيونيا او على طريق المواقع السوشيال التواصل الاجتماعي، الحمد لله مصر فازت في تنظيم امم افريقيا، والحمد لله حفل افتتاح كان مبهر جدا، وكل القيادات في الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي اشادت بالتنظيم. احنا يمكن افريقيا بالنسبه لنا دي احنا معدينها من زمان، وتنظيم افريقيا 100%. ولم يتحدث رئيس دوله الكره او رئيس الامم المتحده الكرويه انفنتينو هو او سابقيه مع دوله حكومة أو رئيس دولة إلا مرة وحيدة وقد تكون الأخيرة، لما شكر رئيس سيسي والدولة المصرية على ما قدموه، هذه هي العلامة الكاملة بكل تأكيد. حدث ولا حرج عن التنظيم، ودوت اللي بوظ الدنيا علينا من ناحية الفنية، لأنك لو ما نجحتش النجاح الباهر ده تنظيميا لازم شوية الملح أو الفلفل اللي بنتكلم عليهم أنه منتخبنا يفوز أو يلعب على الأقل المباراة النهائية ونتفرج على ملعب محترم. لا التنظيم ده مش بكلامي أنا ولا بجامل عشان دي بلدي، لا نسأل العالم كله كتب علينا وقال علينا ايه. تنظيمين انا شخصيا تفاجأت لان مصر في ظرف وجيز قدمت مستوى دورة ناجحة، خصوصا مستوى تهيئ الملاعب للملاعب محتدى المقابلات او للملاعب ضد التدريب، حقق فيه مجهود كبير. ولكن ملاحظة اخرى، فانا كإعلامي شاركت مجموعة التظاهرات من اخر دورة اللي نظمتها مصر 2006 كنت حاضر، فعلى المستوى الإعلامي ما كانش مجهود، فربما السرعة في التنظيم ذاك أنست اللجنة المنظمة المحلية أن هناك جانب لازم الاهتمام به، فعدم توفير نقل خاص للصحفيين المقابلات، التواصل على مستوى حصول على التذاكر للمباريات كانت فيه مشكل صعب، فلازم تروح تقيد نفسك وترجع يوم المقابلة تسلم، والطابور طويل فيه يعني فيه في 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 مشاكل عانى من الصحافة. اهلا وسهلا بكم من جديد بعد هذا التقرير، وسريعا طبعا عشان وقتنا ما يسرقناش، والحلقه بصراحه دسمه وفيها تفاصيل مهمه بشكر فيها يعني بامانه زميلي نوفل العوامله، تكلم بشكل واقعي جدا في كره القدم عن المنتخب المصري والمنتخب المغربي، البطوله الافريقيه، التنظيم، كل الامور دي. لكن سريعا عايز اخد رايك كمان في الجزائر وتونس، والجزائر حاله خاصه وعندك تفاصيل عن الكره الجزائريه ولاعبي منتخب الجزائر الناس لاول مره هتسمعها. صحيح، يعني الجزائر ابهرتنا، امتعتنا، وقد اقول بانها انقذت البطوله، أنقذت البطولة بالمستوى الفني الذي قدمته. يعني إن شاهدت معي المباريات الأخرى التي كانت صراحة مملة، رتيبة، لا يوجد فيها إيقاع، لا يوجد فيها غلة تهديفية كبيرة، ولكن إن شاهدت مباريات الجزائر في دور الأول، دور المجموعات، دور 16، دور ربع النهائي، الدور نصف النهائي، يعني تقول بأنك بالفعل أمام أطباق كروية شهية. وهذا عائد لماذا؟ كما تحدثنا عن حسن شحاتة في سنوات الزمن الجميل، قد أقول لك اليوم أن للجزائر شحاتة آخر،
وهو جمال بالماضي. جمال بالماضي على مستوى التدريب لا يملك تلك الهالة التي تلحق هذا الرجل أينما حل وارتحل، فقط مع الدحيل في قطر، تجارب بسيطة جدا في قطر، أعتقد مع المنتخب القطري حتى في فترة من الفترات بالضبط. ومن ثم وقع عليه الاختيار. لماذا؟ لأن الجزائر مرت لن أقول ثلاث تجارب فاشلة ولكن متفاوتة في المستوى، من وحيدها للوزيتش إلى غورغوف إلى جورج ليكنز، يعني رابح ماجر الذي لم يطل المقام. وبالتالي كان لابد على الاتحاد الكروي الجزائري أن يأتي بمدرب يمكن أن يلم الشمل تلك العائلة الجزائرية الكروية التي أصبحت فيها تطاحنات، وأتحدث هنا عن اللاعبين، وصلت لحد الضرب والمناوشات ما بين اللاعبين في فترة من الفترات. ومحمد، يعني الجزائر في كأس الجابون كانت مرشحة للظفر باللقب، ودعت من الدور الأول فعلا. الجزائر في كأس غينيا الاستوائية 2015، هذا الجيل اللامع الذي تراه، سليماني، رياض محرز، إبراهيمي، كانت تلك البدايات لهذا الجيل. والجزائر كانت قادمة ما بعد مونديال تاريخي، مجموعة فيها بلجيكا، فيها كوريا الجنوبية وروسيا، تصعد بتألق وألق، تقاوم، تنازع، تناور ألمانيا. مع ألمانيا بطلة النسخة، وتخرج ألمانيا بهدف أوزيل القاتل. كانت يعني الجزائر لديها جيل بإمكانه أن يحوز اللقب. من قهر الجزائر أنذاك؟ الكوت ديفوار، بالجيل الذي تحدثنا عنه والذي لم تعد تتوفر عليه الكوت ديفوار، وقهرناها أنذاك في أبيدجان. ويلفريد بوني الذي لعب دور الكومبرس في هذه البطولة برأسيتين بديعيتين، منح الكوت ديفوار العبور بأمان لتلك الكأس التي توج بلقبها، وقضى على أحلام الجزائر. وبالتالي اليوم ما قدمه جمال بالماضي، أيضا أضف لذلك أن تعود إلى النوستالجيا قديمة وتستدعي بالعمري لم يلعب للمنتخب الجزائري منذ سنوات، أن تمنح الثقة لعدلان قديورة في هذا السن وتضعه في المنتخب الجزائري كأساسي، أن تجلس سليماني وإبراهيمي، ليس بالأمر السهل. الطاقم المساعد على قلته لجمال بالماضي، قلته طبعا، يبحثون عن اللاعبين الذين سيواجهونهم من كانوا في مرحلة الكادي بالفرنسي، يعني الفتيان، ويقومون بإحصائيات وأرقام وأين ذهب ومستواه والإحصائيات التي قدم وقوته في التسديد في المراوغة في السكاوتينج وفي التحليل، متابعة حثيثة. قلته كم عدد أفراد المعاونين لجمال بالماضي؟ والله ما عنديش الرقم، ولكن أعتقد أنه حكيم مندي من قدام اللاعبين، والآن مدير مانجر يعني للفريق، لديه مساعدين اثنين، يعني رجل لا يوجد ذلك الطاقم التقني والفني الكبير، ولكن يوجد قلب كبير داخل جمال بالماضي، استطاع أن يستوعب من خلاله اللاعبين، يوجد كوتشنج رائع، طريقة تدوير اللاعبين. أدم والناس غاب عن لقاء نيجيريا، لم نرى فراغا لأدم والناس، عطال أصيب في مباراة الكوت ديفوار شوط المباراة الثاني، زفان مهدي استبدله به، أداؤه لم يرتقي في شوط اللقاء الثاني مع الكوت ديفوار، ولكن أمام نيجيريا لقينا صمود كبير جدا. بغداد بنجاح التائه الفاقد للبوصلة جعله في مباراة نيجيريا واصل اعتماد عليه كأساسي، ولكن بنجاح كان دائما وأبدا يستقطب مدافعين اثنين، أي أن نيجيريا لا تهاجم بتلك الكثافة العددية. بغداد بنجاح أربك دفاعات فيلة الكوت ديفوار، وأن يأتي لبالك أن تترك محرز الذي تعلم بأنه لم يكن أساسي مع مانشستر سيتي، لم يقدم موسم باهر وأنقذ موسمه بالهدف الأخير في آخر جولات البطولة البريمير ليج حين سعد غوارديولا وطار فرحا، وتعرف أن لياقته البدنية مشابهة ربما لحكيم زياش، ليس بإمكاني أن يلعب 90 دقيقة كاملة في أجواء حارة، رغم ذلك تراهن عليه في لقاء نيجيريا. لماذا؟ لأن نيجيريا أراحت المنتخب الجزائري، نيجيريا حاولت أن تسيطر على الكرة في وسط الميدان، فأصبح رياض محرز حتى على مستوى الارتداد الدفاعي لا يعود كثيرا، ومن عوضه أيضا عودة فغولي وبغداد بنجاح لمساندة بالعمري، وأيضا عودة عدلان قديورة وآخرون، والأظهرة بن ناصر يتحرك، زفان يتحرك، المغربي ديالنا ابن تازة مين؟ طبعا بن ناصر من ابن مغربي وابن لمدينة تازة المغربية، وتم استدعائه للمنتخب الوطني أعتقد 2016 لكي يلعب للمنتخب الأولمبي ومن ثم يصعد للأول، الرجل رفض، قال أنا أريد المنتخب الأول، وتم اقتراح عليه، وهذه إمكانياته رائعة في وسط الملعب، تحسب لمحمد رورا وهو الذي أقنع، هو اللي أقنع أكيد، هو محمد من أقنع رورا له دور كبير جدا في عدد كبير جدا من اللاعبين المتواجدين حاليا، منهم محرز ومنهم أيضا بن ناصر. لا ننسى يعني اليوم صحيح أن هناك يعني قدرات فنية لجمال بالماضي ويلقبونه بسبيشال وان، وإن حدث لي معه خلاف يعني مورينيو العرب قالوا له سبيشال وان، حدث لي معه خلاف في المنطقة المختلطة قبل يومين بعد مباراة نصف النهائي، لن أعود إليه، ولكن
هو دايما في مع الصحافه العلاقه متوتره صحيح حتى مع صحافه حتى مع صحافه بلده فايضا هناك روح قتاليه كبيره جدا لدى اللاعبين صحيح العامل البدني لابد ان يتوفر فيك لو كنت محمد لاعب كره قدم صحيح ان يكون لديك من التكنيك الشيء الجميل فنيات الى غير ذلك ولكن صدقني ان كره القدم الحديث الان خاصة مع المنتخبات وليست مع الأندية تمام. 60% يعتمد على الجاهزية النفسية والذهنية النفسية والذهنية لديها نسبة 60% حيث. أقول لك لأنه أنت مش ممكن تكون إعلامي وليس لديك قاموس جيد وليس لديك باجاج حمولة ثقافية جيدة مستحيل تكون إعلامي مستحيل ولاعب كرة قدم مستحيل تكون لاعب كرة قدم إن لم تكن بدنيا بشكل جيد ولم تكن فنيا بشكل جيد لكن الإضافة هي ذلك العامل النفسي والشحن النفسي أكيد. الذي وفره رونار لمنتخب زامبيا وفره للإيفواريين في جيل ذهبي كاد أن يخرج للتقاعد دون لقب قاري واليوم يوفره جمال بالماضي للمنتخب الجزائري وأعتقد وليس في ذلك استهانة بمنتخب السنغال أعتقد أن اللقب جزائري وكما يقولون كحلوشة راجع إلى الجزائر العاصمة إن شاء الله خوة بنسبة 90% ولا ننسى عنصر أيضا فارق الدعم الجماهيري استاد القاهرة كان مليء بالآلاف من الجزائريين والمصريين أكيد. الشيء بالشيء يذكر ولا ننسى المغاربة الذين آثروا البقاء من أجل مساندة المنتخب الجزائري أكيد. فكانت وحدة عربية جميلة جدا في استاد القاهرة جمعة. ومنحت شحن معنوي كبير جدا للاعبي المنتخب الجزائري من أجل العودة إلى لقاء كاد أن يضيع من بين أقدامهم بعد عودة نيجيريا في الفترات الأخيرة للشوط الثاني إسماعيل بن ناصر ليس الأول والأخير في المنتخب اللي ليه أصول مغربية أيضا رياض محرز والدته مغربية الكلام ده يا جماعه اول مره تسمعوه ان في لاعبين في المنتخب طبعًا. الجزائري لهم اصول مغربيه بن عطيه والدته مغربي جزائريه مهدي بن عطية. صحيح قائد المنتخب المغربي اكيد والدته جزائريه ورياض محرز والدته مغربيه وبن ناصر تازي من مدينه تازه مغربي. ووالدته جزائريه ديلور لاعب من اصول غجريه ووالدته جزائريه وجده جزائري ويلمع من مونبلييه استدعاه في اللحظات الاخيره جمال بالماضي وهو المعلومات دي نوفل والله وهو يقدم مستوى جيد تمام طيب سريعا عشان وقتنا للاسف الحلقه فيها كلام مهم جدا تونس لكي لا ننسى تونس سريعا عشان عايز انتقل على نقطه مهمه جدا متعلقه بالفار والتحكيم بعجاله تونس بخطوات متارجحه في شوط في دور المجموعات تمكنت من ان تخرج من النفق الضيق كبرت الطموحات اكيد في دور ال16 أصبح النسق يتصاعد نوعا ما واستحضرت تلك الشخصية التونسية مع المنتخب الغاني ومن ثم وقعت بمنتخب مدغشقر لا خبرة له وحتى سقف الطموحات ربما وصل للمرحلة دي كويس وصل تعرف أنه بعض المنتخبات المتواضعة كالبينين مثلا المتواضعة تاريخيا أتحدث يعني وحتى على مستوى الإمكانيات وكرويا حين تصل إلى مرحلة بمفاجأة فتجدها وكأنها وصلت لمرحلة الإشباع وهذا ما حدث لمدغشقر والبنين طيب ننتقل بسرعة لحديث مهم جدا متعلق بالفار والتحكيم بس قبل الجزئيتين دول في سؤال أهم من ده هل بالفعل فوزي لكجع رئيس الاتحاد المغربي أو رئيس الجامعة الملكية المغربية زي ما بتطلقوا عليها هناك في المغرب تم إيقافه من قبل لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي ولا حتى هذه اللحظات هذه الاخبار غير صحيحه لان انا عندي معلومات كمان ان ممكن الشكوى يكون تم التراجع عنها وما فيش اي مشاكل والاتحاد الافريقي فوزي مستمر كحتى نائب ثالث لرئيس الاتحاد الافريقي او حتى عضو في المكتب التنفيذي مثلي مثلك استمعت للشائعات حاولت البحث والتحري في الصباح الباكر التقيت بعض المسؤولين في الاتحاد الافريقي من بينهم داني جوردان رئيس الاتحاد الجنوب افريقي تحدثت مع داني جوردان سالت داني جوردان لانه هناك من يقول بان مؤامره فيها اطراف من جنوب افريقيا من تونس داخل الكاف يريدون ازاحه او زلزله الرجل داني جوردان بالحرف قال لجنه الانضباط اجتمعت امامها عدد كبير جدا من القرارات منها ما حدث في نهائي الكونفدراليه بين الزمالك ونهضه بركان ولكنها لم تقرر اي قرار لم يصدر بحق فوزي لقجع وجامعة الكرة في المغرب أصدرت بيانا بعد اللغط الذي أصبح على مستوى الإعلام صدر بيان رسمي أنه لم يقل حتى لو كان تقرير حكم المباراة أنا لا أدافع عن الرجل حتى نفترض جدلا سيتم الإيقاف بصفته ماذا؟ هل رئيس نهضة بركان؟ أكيد. ولا النائب الثالث لرئيس أكيد الاتحاد بصفته الفريق. رئيس لنادي مغربي اسمه نهضة بركان أما منصبه كعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم أو نائب ثاني لرئيس الاتحاد الأفريقي لا علاقة له لأنه الصفة التي كان يملكها أنذاك ما هي صفته كرئيس لهذا الفريق المشارك في نهائي مسابقة قارية إذن بتؤكد من خلال تصريحات مع داني جوردان رئيس وليس داني جوردان فقط ولكن هناك عدد كبير جدا من الأسماء التي كانت موجودة حاورناها وجلسناها وتحدثنا معها لا يوجد أي عقوبة رسمية خارجة من لجنة الانضباط الخاصة بالاتحاد الأفريقي في حق فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم
ستكون اجتماعات على هامش كأس الأمم الأفريقية وسيصدر بعض القرارات، وكما تفضلت لديك معلومات ولي معلومات لن يكون هناك أي عقوبة ولن يكون هناك أي شكوى نهائية. طيب حاجة أخيرة وسؤال أخير في أقل من 30 ثانية الإجابة، هذا الموضوع له علاقة بالفار والتحكيم في إفريقيا. نعم، تعليقك على مسألة الفار والتحكيم في إفريقيا، لأنه أكيد هيلقي بظلاله على مسابقات الأندية الإفريقية التي تنطلق في شهر أغسطس القادم. صحيح، الفار منذ أن تم اعتماده من طرف الفيفا في كأس العالم ولا حتى من طرف الدوريات الأوروبية وبعض المسابقات المحلية والقارية دائما ما يثير الجدل. وأنا ربما يعني مع جوزيف بلاتر، وإن كان الرجل يعني لديه مشاكل مع قضايا الفساد وغير ذلك وخرج من الباب الخلفي للفيفا، كرة القدم شعارها for the all يعني، وهي كرة شعبية فيها الطبيعة البشرية تمام، وقابلة للخطأ وقابلة للصواب. إدخال التقنيات مثل هذه أعتقد أنها ربما أدخلت الشك وأصبحت هناك حروب مجانية، مؤامرة هنا هذا يتهم ذاك، كما يحصل الآن من لغط وقع من طرف تونس بإعلاميها بمنتخبها، حتى الاتحاد هناك أنباء عن مقاطعته للجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي يوم الخميس، فكنا في غنى عن ذلك. ولكن هذا لا يمنع أن الفار حقق نسبة نجاح في كأس العالم حسب كولينا وصلت ل 97% فاصلة شي حاجة، لكن في يعني أفريقيا اليوم استخدم منذ بداية الدور ربع النهائي، لا أعتقد بأنه لم ينصف الجميع أو كانت لديه قرارات مثيرة للجدل. إذا أردت أن تعود لحالة ركلة الجزاء التي طلب بها التونسيون تيسيما، يعني أنت شاهدت ولديك دراية، الكرة عائدة من مدافع نيجيري إلى مدافع نيجيري، أي ليست من مهاجم تونسي إلى مدافع نيجيري، لكي يوظف ربما روح القانون وتحرك الكرة أو اليد ثابتة أو متحركة وغيرت الاتجاه. محمود عثمان زميلي نوفل وأكد أن فعلا الكرة مش ركلة جزاء بالفعل. هذا ما كان. زميلي الإعلامي المغربي نوفل العاملة، برحب بيك وبشكرك في مصر وفي النادي الأهلي وعلى شاشة قناة النادي الأهلي لأول مرة، وبشكرك على هذا الحوار الشيق الدسم مليء بالمعلومات وبالتأكيد إفادة إن شاء الله لكل الجماهير المصرية والعربية وجماهير النادي الأهلي. أشكرك محمد وسررت بالتواجد معك، بانتظار أن ترد الزيارة إن شاء الله معنا في المغرب. أكيد هيكون لي الشرف إن شاء الله. أكيد شكرا. أكيد شكرا لك زميلي نوفل، وإقامة سعيدة في مصر حتى موعد النهائي إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله. كانت فقرة مهمة جدا للإعلام الرياضي، ليه دور مهم جدا إنه يوصل الحقائق وما يدور خلف الكواليس والأمور الفنية والتفاصيل الصغيرة إلى المشاهد، لأن الإعلام ده دوره إنه يوضح الحقائق والإيجابيات والسلبيات. حالة كانت مهمة لأنها داخلة في تفاصيل وعمق موضوعات مهمة متعلقة بالكرة الإفريقية، الكرة العربية، اختيارات الأجهزة الفنية، دور رونار مع الكرة المغربية، مسابقات الأندية الإفريقية، دور فوزي لكجع في الاتحاد الإفريقي، الفار، التحكيم، موضوعات شائكة كثيرة جدا مهم ان احنا نتحدث معها عشان الجمهور يكون عارف الخطوات القادمة في الكرة الإفريقية ومع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. بشكركم على حسن المشاهدة والمتابعة، ونلتقي على خير في حلقات اخرى قادمة من برنامج الأهلي الليلة، والى اللقاء.